نحتاج أيضا تكاتف الجميع، نحتاج أن نخفف النقد على المعلم، نحتاج أن لا ننكت ونتهكم ونقلل من شأن المعلم. المجتمع أيضا له دور، نحتاج بس إذا الوزارة إذا الوزارة ما حمت المعلم ولا أعطته حقوقه تمام ولا أعطته مكانته تمام، لا تقعد تطالب المجتمع يا دكتور. من مسؤولي الوزارة؟ مواطنون، كثير منهم كانوا خارج الوزارة وهم الآن على رأس العمل لفترات محدودة بالمناسبة، وسيعودون لمواطنين. نحتاج لأن نعمل ونبذل قصارى جهودنا لتقديم تأكد أن من يتخذ القرار يحرص دائما على تحقيق المصلحة، سواء مصلحة المعلم أو مصلحة الوطن. لن يتخذ قرارات لتحقيق مصالح شخصية، والمعلم هو أخي، والمعلمة هي أختي، ونحن أبناء المجتمع. يهمنا المعلم ويهمنا إعطاء، لكن أحيانا لا تكون القرار دائما في الوزارة، وأحيانا تتخذ بعض القرارات لتحقيق المصلحة العامة وليس ضد أحد أو تقليل من شأن أحد أو سلب لحقوق أحد. تأكد أنه الوزارة حريصة على إعطاء المعلمين حقوقهم.